يا بنات قربوا كلكم لعندي. خير يا ست فريال؟ ليش هالصناديق هي؟ هالصناديق فيها هدايا حلوة وفيكن تاخدوا أي شي بيعجبكن. من عند مين؟ من عندي أنا. هدية مني. مبروكين عليكن. يلا افتحوا الصناديق. دستور فخامة السلطان سليمان المعظم. ست الكل، نشكر الله انك بخير. الحمد لله اللي رجعت لنا بالسلامة ورفعت راسنا وراس دولتنا العلية يا بطل. والله بالأول وصلتنا أخبار سيئة خلتنا نموت من الخوف. صحيح نحن مرينا بظروف صعبة بس تجاوزناها. دعائكم هو اللي حمانا. وبعدين تعرضت لمحاولة اغتيال بس إبراهيم حماني وإجت الضربة فيه. بس لا تخافوا علي، هلأ وضعه منيح كتير. الله يرضى عليه ويوفقه. خديجة، نشكر الله على رجوعك بالسلامة. مصطفى، روح قلبي أكبران كثير وطولان ما شاء الله. وانت كمان طولان وكبران يا سلطان. بغيابك هيام ولدت، قلت بخبرك إذا لسه ما عرفت. وجابت صبي ما هيك؟ ما جابت صبي، هي جابت بنت. صار عندي أخت حلوة كتير كتير. هي إلك. وهي إلك. وهي إلك. هاللون بيلبق لك. عيشة تعي، هاد حيكون إلك. بالله ليش عم توزعي هدايا؟ السلطان سليمان راجع اليوم والحمد لله الله حماه، لهيك مبسوطة كتير وحبيت شارككم فرحتي. وهيك فجأة صرتي ملاك؟ أنا حابة صالحكم. وبدي أكون صديقة لإلكم. خلص بكفي خناق. أنتوا إخواتي وأنا بحبكم كتير. والمسا رح نعمل حفلة. موسيقى وغنى ورقص كمان. هيام خانو؟ السلطان سليمان وصل وهلأ هو عند السلطان الأم. عن جد عم تحكي؟ قالوا لي للمسا ليجي. لتكوني عم تمزحي؟ معقول السلطان بالقصر؟ من شوي وصل يا خانم. يعني أنت مستحيل تصدقي لحتى تشوفيه بعينك؟
سليمان. سلطاني، بترجاك تسامحني، ما جبت لك صبي، جبت بنت، خجلاني منك، ما وفيت بوعدي. لو تعرف قديش زعلنا وانقهرنا وقت يلي وصلنا الخبر. قالوا لنا سفينة السلطان غرقت بالبحر. تعرف كل يلي هون بيحبوه وبيحترموه للسلطان، خفنا عليكم كتير. الله قدر ولطف. هيام خانم ولدت وجابت لهم بنت، كانت متأملة تجيب صبي، بس الله طعمها عروس حلوة. سلطانة خديجة كيفة؟ منيحة، بس إلها كم يوم زعلانة شوي. ليش؟ لأنه محمد الشلبي مرض، وقع بالدرس وأغمى عليه وأخذ استراحة، صار له كم يوم ما إجا على القصر. جبنا أستاذ جديد للأمير مصطفى. مرضان كتير؟ قالوا لنا أخذ شوية برد، بس مو معقول البرد يخلي الواحد يغمى ويوقع بأرضه. بتمنى ما يكون المرض خطير. مولاي، بترجاك سامحني، أنا بوعدك إنه جبلك صبي. وقفي يا ويام، أنا مو قدران أطلع بوشك من خجلي منك. وقفي واسمعي الكلمة. سلطان حياتي، لو بتعرف شو اشتقت لك، اشتقت لك كتير. عيوني سحرت بجمالك الفتان، ودموعي على فراقك سالت، وحفرت على خدي الوديان. لم أجد غير الصخر أشكو له الأشجان، فضحك الصوان وقال آه من هذا العاشق الولهان. شو حلو، لمين هالشعر؟ أنت كتبته ما هيك؟ لا، مو شعري، هذا لأبي، هذا شعر السلطان سليم، كتبه لست الكل السلطانة حفصة. يا الله شو كان يحبها، والسلطانة بتستاهل. مريم، ست الكل اختارت لها اسم حلو كتير. ان شاء الله تشوفي ايام حلوة يا بنتي، تشبهك كتير، رح تطلع السلطانة مريم ذكية وحلوة مثل امها. يعني أنت حبيتها؟ كيف ما بدي حبها؟ البنت والصبي عندي مثل بعضهم، هي من روحي ومن دمي كمان، وراح تكون مثلها مثل مصطفى ومحمد.
مولاي رايح؟ خليك شوي، أنا كتير مشتاقت لك. مشغول كتير اليوم. Thank you.